جديدة شركائنا في الخير، وبنحتفل معاهم بمرور سنة على إنشاء مؤسسة دنيا جديدة. مؤسسة دنيا جديدة كانت دايماً شريك معانا في عمل الخير، من أول حملة تجهيز العرايس والاحتفال بعيد العمال ومساعدات غير القادرين لحملة توزيع البطاطين وغيرها من أعمال الخير، وربنا يجعلنا دايماً إحنا وهم سبب في فرحة قلوب الناس. بنحلم بكرة غير، بكرة تيجي البسمة معاك، وبكرة ده مليان خير شايفها عينينا عايشين وياه. الخير مالينا يلا بينا نبني حياة، تعب ايدينا ده برضو لينا مع الايام لازم نلاقي. النهارده جايين نحتفل بمرور عام على مؤسسه دنيا جديده، وطبعا زي ما انتم عارفين مؤسسه دنيا جديده بتشاركنا احنا برنامج النهارده في الفقره الخيريه عشان نعمل خير ونساعد الناس. فان شاء الله نتمنى ان السنين الجايه بمساعده فريق عمل النهارده ودنيا جديده الخير يزيد على الناس كلها ان شاء الله. تحب تقولي ايه لدنيا جديده في عيد ميلادها؟ طبعا كل سنة ومؤسسة دنيا جديدة طيبة، احنا النهاردة موجودين كلنا مع بعض بنحتفل بمرور سنة على انشاء مؤسسة دنيا جديدة. طبعا مؤسسة دنيا جديدة هي شريكة برنامجنا، برنامج النهاردة في الخير، بقالنا سنة في الخير وبنشتغل لله مع بعض يا رب دايما على طول وسنين طويلة. عملنا حملات كتير مع بعض، حملة ان احنا نجوز عرايس وعرسين محتاجين والايتام، وعملنا مع بعض حملة دفع مصاريف المدارس غير القادرين، واحنا دلوقتي بنعمل مع بعض حملة توزيع البطاطين للمحتاجين في كل مكان في مصر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله على مؤسسة دنيا جديدة، على قد ما هي لسه بس بقالها سنة، لكن الشغل والنشاط الدائم الموجود في كل أعضاء الجمعية والمتطوعين واضح جدا إن شاء الله خالص لوجه الله. ومع بعض على طول برنامجنا النهاردة ومؤسسة دنيا جديدة شركاء دايما في الخير يا رب. بحمد ربنا طبعا ان احنا مر على نجاح المؤسسه سنه، والحمد لله ان احنا يعني بنتمنى ان شاء الله السنه اللي جايه 2015 تبقى اكتر في الانشطه ونقدر نساعد الناس اكتر باذن الله. وبشكر القائمين على المؤسسه استاذه فاطمه والمؤسسين المؤسسه من استاذ وليد واستاذ رائد واستاذ فاطمه طبعا، و رجل الأعمال اللي واقف معانا لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين، وهو اللي موقفنا على رجلينا. وبشكر الضيوف كلهم والناس اللي حابة اللي تشارك مع مؤسسة دنيا جديدة، سواء بالتطوع أو بالمجهود أو مادي أو معنوي، ورب كده إن شاء الله تبقى فتحة خير علينا كلنا إن شاء الله، وإن شاء الله نزود بقى من الأنشطة، وإن شاء الله في الخطة الجديدة بإذن الله. إحنا كنا الأول خالص بنجوز ست فتيات، شغلنا الأساسي كان إن إحنا بنجوز فتيات يتيمات، فبدأنا بست بنات وبعد كده زودنا شوية بينا 20 وبعد كده بينا 50. إن شاء الله في 2015 هيبقى في حفل زواج جماعي للفتيات، وإن شاء الله هيبقى الموضوع أكبر من 2014 بإذن الله. أقول للدنيا جديدة كل سنة وهي طيبة، وقبل يا رب كده اليوبيل الماسي، وهي طبعا جمعية يعني فيها عمل خيري جامد ومهم، ونتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله في المستقبل يبقى فيه توسع في المجالات بتاعتها، وهو عمل أولا وأخيرا لصالح طبقة كبيرة من الشعب، ونتمنى لها التوفيق وبإذن الله النجاح مستمر بإذن الله يعني إن شاء الله. تقولي إيه الدنيا جديدة في عيد ميلادها؟ أقول لها دنيا جديدة سعيدة إن شاء الله، وهي نتاج أهل الخير يعني، وكنت حضرت معاهم حاجات كتير عملوها، وقد إيه بتسعد الناس وقد إيه يعني خير، يعني الخير بيسعد الناس. دنيا جديدة دلوقتي مرت سنة على دنيا جديدة،
كان بإدارة أستاذة فاطمة، وزعت مجهوداتها يعني ما بين مثلا الكبار في السن عند دار المسنين أو الأطفال، قرى تانية برضو بعيدة. فطبعا كان يعني ما شاء الله مجهوداتها باينة جدا في الأعمال الخيرية، وربنا يوفقهم ان شاء الله. انت تحب تقول ايه لدنيا جديده في عملتها؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور سنه على انشائهم، ويا رب من نجاح لنجاح تحت اداره استاذه فاطمه، ويبقى لهم فروع كتير في محافظات كتير ان شاء الله، ويبقوا من اكبر الجمعيات الخيريه باذن الله. ايام لازم الخير بينا. بناشد يعني كل الناس ان احنا يعني نمشي في العمل الخير، واي خير نعمله ان احنا يسعد الناس في اي شيء، وده شيء عظيم وبيفرح الناس وبيفرحنا احنا اولا. من خلال انك ساعدت واشتغلت مع الجمعيه، تحب يعني تتمنى ايه يحصل في السنه الجديده؟ ان شاء الله يكون احسن. اتمنى ان احنا نشتغل على المشاريع اكتر ونعمل خير اكتر واكتر، سواء لو توزيع بطاطين، لو نعمل اسقف للمنازل اللي ما عندهاش، ونعالج في شفاء امراض ناس، وغير من كتير من الخير يعني. وربنا يجازيكم ويجازينا كل خير يا رب. حضرتك تحب تقول ايه الدنيا جديده بمرور سنه؟ اولا طبعا كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله كانت سنه كويسه وعملنا فيها نشاطات كويسه جدا، وان شاء الله السنين اللي جايه تبقى احسن من كده بامر الله. انا بشكر كل القائمين بمشروع دنيا جديده، وبقول لهم ربنا يسعدكم زي ما ساعدتوا ناس كتير جدا في السنه اللي فاتت دي. هم بجد عاملين مجهود كبير قوي، وكانوا بيبقوا مبسوطين بالمجهود اللي بيعملوه ده، وكان التعب ده ما كانش بيتعبهم، كانوا بيبقوا مبسوطين بيه قوي وبيفرحوا جدا، وما بيحققوا السعاده اللي الناس محتاجين ان هم يفرحوا بجد. الف مبروك، الحلم بقى حقيقه، بقى عمره سنه كمان، وبقى السنين الجايه ان شاء الله باذن الله. حضرتك تحب تقول ايه لجمعية الدنيا الجديدة؟ قال لهم كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة عليكم، وانتم بتقدموا اللي عليكم وقتها زيادة، وكفاية ان انتم تفرحوا كل واحد في البلد دي محتاج، اللي هو يحتاج الحنية، وانتم بتوفروا له كل الحنية. ربنا يزيدكم كمان وكمان في فعل الخير، لان انا في كل صلاة كنت بتمنى ان انا اطلع عمرة، بس كانت الايد مش طايلة، وبس تلاقيت ولادي الحلال زي ما مدام فاطمة وأستاذ أحمد أكرموني وجابوا لي عمرة من عند الله، فأنا بشكرهم جدا غير المساعدات اللي هم بيعملوها يعني عشان أنا عندي الكونسر. فمش قادرة أقول لك يعني أنا قد إيه بشكر، يعلم ربنا، وبدعيلهم في كل وقت وفي كل أذان يصلح حالهم ويوسع عليهم، ووسع عليه هو كمان لوسع الجمعية. كتر الكلام ما بيقصرش، اتعب كتير سيبك من الغير هيفيد بإيه لو ما نغيرش. قالوا بنتك اسمها ايه الحلوة دي؟ رحيل. اسمها ايه؟ رحيل. رحيل حبيبتي جميلة ما شاء الله. انت واخدة البطانية لمين؟ ليا وولادي. عندك كام عيل؟ معايا أربعة. ربنا يخليهم لك حبيبتك. انت عندك كام عيل؟ عندي ثلاثة. ما شاء الله، دول اتنين اهو. اه في بنت في المدرسة في سنة أولى. قولي لي انت واخدة البطانية لمين فيهم بقى؟ مش عارفة خلاص. عندك في البيت كام بطانية؟ نعم عندي ثلاثة. عندك ثلاثة؟ اه. وادي الرابعة اهي. مبروك. حمراء؟ اه اهي. النهارده يعني من بدري شايفاكم كلكم قاعدين عشان مستنيين البطانيه. احنا قبل البطانيه طبعا احنا مستنيين حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. طبعا لما عرفنا ان حضرتك جايه، هي مش مهم البطانيه، لما عرفنا ان حضرتك جايه والله كلنا انتظرنا حضرتك يا حبيبتي. اه وحياه ربنا يكرم. والله دي قبل البطانيه وقبل اي حاجه. انت اسمك ايه؟ عبده. حبيبي ما شاء الله، ربنا يخليك. ربنا يخليك. مش بتروح المدرسه ولا ايه؟ طب النهارده خدت اجازه؟ اه عشان نشوفك برضه حبيبي. اهلا يا عم. سلام عليكم حبيبي. اختار انت بقى لون البطانيه اللي انت عايزها، تبقى بطانيتك انت. واحده حمراء. عمرا عايزين واحده حمراء. عايز دي ولا احمر في اسود؟ اتفضل. يلا بينا نبني حياه.